السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. كوب المدينة سلا اللي مشاركين في برنامج لالا العروسة في النسخة ديالو 18 أسماء وعلال كيخرجوا على الصمت ديالهم من بعد ما تلقوا هجوم كبير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فخليكم معايا اخوتي باش تسمعوا شنو قالوا وتشوفوا شنو نزلوا على الحساب الرسمي للبرنامج لالا العروسة. فكيف ما شي اخوتي البرايم الاول من برنامج لالا العروسه، اسماء قالت باللي صاحبتي كانت كتبغي هلال ومن بعد تعرفت عليه ولينا كنبغيو بعدياتنا. فهاد التصريح ديال اسماء خلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي يجمعوا ليها في التعاليق ويقولوا ليها انت غداره، خنتي صاحبتك في هذا الوقت ما بقاش الثقه في الصحابات، كيفاش عطاتك خاطرك انك تغدري الصديقه ديالك وتزوجي بالشخص اللي كانت كتبغيه. فاليوم اسماء والزوج ديالها علال كيخرجوا على الصمت ديالهم وكيردوا على التعاليق اللي تلقاوه وعلى الهجوم اللي تلقاوه في مواقع التواصل الاجتماعي. فغادي نخليكم اخوتي مع الفيديو. كانوا برنامج على طاولة التليفون، دخلت شفت واحد الهجوم بزاف تعاليق، ما فهمت والو صراحة، ما كنتش متوقعة ان هادشي غادي نلقاه. الناس فهموا سوء تفاهم، بغيت نخرج هكا دابا نصححو بغيت نقول للناس زعما راه ماشي هكاك فهمتو، راه ما كايناش هذاك الشيء اصلا اللي فهمتو. انا السيده راه علاقتي معها زوينه وكنهضر معاها وكل شيء، غير يمكن ما عرفتش نوصل الفكره وصافي. انا في الاول ما كنتش عارف شنو كاين بالضبط، ولكن هي راه ما دخلتش معايا في علاقه وما دخلتش معايا في حتى سالات هذاك الشيء ديالها، يعني حتى هي كان مهضراش مع السيده. تاخديت الاوكي من عندها عاد دخلنا في هاد العلاقه، يعني هذاك الشيء ما درتوش من راسي، ما قدرتها، ما هذاك الشيء كامل اللي كيقولوا الناس راه ما كاين من الواب. يعني هي صاحبتي وانا قلت لها شنو كاين وهي قالت لي الله يسهل عليك بني حياتك، هذاك السيد اصلا واخا ما يكونش مكتب لي راه مكتب لي ما يكونش مكتب لي، تعمرنا ما غنتلاقاو. يعني قالت لي سيري عطاتني الاوكي. هي كانت كتبعد مني وكذا، ولا ما كنتش عارف علاش تسال معايا في هذه العلاقه النهائيه، انت خديت من عندها. فكيف ما سمعت اخوتي علال قال ان هاد السيده ما بيني وبينها حتى شي حاجه، وكذلك اسماء قالت باللي حتى خديت من عندها الاوكي عاد دخلنا في هاد العلاقه. فصراحه اسماء اخت ما كانش عليها نهائيا تخرج هاد الهضره، تخليها عندها تقول لهم باللي تعرفت عليه، ماشي بالضروره انك تقولي راه صاحبتي كانت كتبغي. هذا الشيء اللي خلاه يجبد عليها هجوم من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل شيء كيسبها انت غداره انت هادي. فالله يهدي مخلق والله يسهل عليهم بجوج والله يفرح ديك البنت حتى هي بالزوج الصالح. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.